أيضا مولانا في اللحظة، لحظة الإسراء والمعراج، لعلها لحظة أيضا موحية بكثير من الدروس والعبر. هل هي لحظة تقطعت فيها الأسباب الدنيوية؟ يعني في هذه اللحظة لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من صدود وعدم قبول الدعوة، أيضا وفاة أقرب الناس إليه، ذهابه إلى الطائف وعودته دون أن يلبي دعوته أحد، ودعا دعاءه الخالد: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى آخر هذه الكلمات الرائعة. هنا تدخلت السماء، بمعنى أنه خلاص لم يعد بيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يقدمه، فكان لابد من نصرة السماء. أنا أعتقد أن هذه ليست سببا بل هي علامة. نعم، يعني هناك ما يسمى بالسبب، يعني سبب الإسراء هو هذا. لا، ليس سبب الإسراء هو هذا، سبب الإسراء التهيئة والإعداد لمرحلة جديدة. لأن إحنا عندنا أربع مراحل مرت بها النبوة. المرحلة الأولى هي لما كان في الخفاء في دار الأرقم بن أبي الأرقم. المرحلة الثانية لما كان في العلن بعدما أسلم سيدنا حمزة وسيدنا عمر. المرحلة الثالثة المدينة أولا، حيث ما كانت صحيفة المدينة مع أقوام مختلفين، اليهود والمشركين والمسلمين بل والمنافقين أيضا تكوينا، ولكن الدستور هو الذي يحكمهم، يحكم الطوائف المختلفة مهما كان بالمواطنة. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي بعد جلاء اليهود من المدينة لخيانتهم وصدور الأحكام القضائية ضدهم. نعم. فدي أربع مراحل، في كل مرحلة كان الله سبحانه وتعالى يعده إعدادا. هناك إعداد حتى ينزل الوحي، هناك إعداد حتى ينتقل إلى العلن، هناك إعداد حتى تتم الهجرة وبناء الدولة، هناك إعداد حتى تتم وفي النهاية كان هناك عام اسمه عام الوفود، وأرسل الرسل إلى دوائر شتى، ليست هي دائرة الحجاز فقط بل كل العالم وصل إليه أو وصلت إليه الرسالة. فأنا أريد أن أقول إن هذا الحزن لم يكن سببا بل كان علامة. إيه الفرق بين السبب والعلامة؟ التدخل. يعني السبب يستفاد من وجوده الوجود، يعني هو السبب، هو الذي دفع وأنشأ وأوجد هذا. لكن العلامة علامة، علامة زي اليافطة كده، لما وصلنا ليها حصل ده. حصل ده فين؟ عند الشجرة الفلانية، أو عند علامة الكيلو 30، أو عند كده علامة. لكن الكيلو 30 ده مش هو اللي وصلني هنا، ومش هو اللي وصلني بعد هنا، لكن ده علامة انه حصل الحكاية دي عند عامل حزن. السبب هو التهيئة، التهيئة والتعليم لما بعده. كل نبي لابد ان يمر مرحلة التهيئة فضل الدكتور. لابد باجماع العلماء. وده نصوص العلماء في علم التوحيد وعلم الكلام، انه ليس خاصا بنبينا وحده، بل هو موجود في كل الأنبياء. تميز نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه تهيئته كانت في السماء، لا وفي الأرض أيضا. يعني لما حصل شق الصدر الشريف عند حليمة كان تهيئة. لما حصل في نفس ليلة الإسراء والمعراج شق الصدر في الحطيم أو في حجر إسماعيل كان تهيئة. شق الصدر الروايات تنبئ على أنه حدث ثلاث مرات، وفي كل مرة من هذه المرات كان تهيئة لما بعده.